حمدي سيزون مضرب ضرب وتيك. انا ورشيد خلينا مع بعض نبريمير هنا بريمير في المدرسه. كي كبرنا اكتشفنا كانوا عندنا برشا حاجات مشتركه بيناتنا مغرومين بهم. قعدنا كل مره واحد يزيد الاخر لين طورنا شخصيات. الصحبه اللي بيناتنا طورت الغرام والغرام هاو تويكا ولا دي بروجي فينا. بعد سمعنا بالكلوب اسوسياسيون جون سيونس تونيزي مشينا نشوفوا معناتها شنو موجود غاديك. نلقاو نفس المغرم بيه نحنا معناتها. دخلنا وبدينا نخدموا معناتها بعد ما تعلمنا بالطبيعه في لي بروجي نتاعنا، وزدنا اثرنا رواحنا معناتها وقدمنا الغرام اللي عندنا معناتها ونخدموا بيه دي بروجي، ما عادش بربيشه كهو ما عادش واحد. توا بدينا الجروب نتاعنا نحنا وحدنا سميناه سيركت بريكرز، بالموارد يعني اللي عندنا وبالقطايع اللي عندنا نحاولوا نصنعوا دي بروجي، نحاولوا نحلوا بهم مشاكل معناتها تواجه الكوميونيتي نتاعنا والانتوراج نتاعنا. البروغراماسيون رياليزاسيون ميكانيك ورياليزاسيون الكتريك كلها تعلمناها من الانترنت وحدنا معناها. لازمك تلقى الحاجه اللي انت مغروم بها وتخدم فيها وتكمل فيها وتشد فيها صحيح، خاطر باش تواجهك صعوبات لازمك تواجههم الصعوبات هذيك، ولازمك معناتها عندك اراده وعندك العزيمه هذيك باش تنجم تخدم.